جي ان شاء الله بعدها اللي هي اغنيه تونسيه من تلحين عدنان حركاتي اللي هو من احسن الملحنين التونسيين وهو مقيم هون يعني من حسن حظي. وكملنا الاغنيه قريب قربنا تجهز تصويرها باش يكون ان شاء الله في كندا مع مخرجه تونسيه مقيمه في كندا اسمها ايمان. يعني اللي نتعامل معهم من الشباب المتميز الممتاز من تونس ومن لبنان وفي مخرج عراقي ان شاء الله على قريب نعلن على اسمه بس ناخذ الاوكي بس ناخذ الاوكي وفي اغنيه ان شاء الله وفي اغنيه عراقيه من التراث هي يعني اكسكلوزيف لكم انتم ماخذكم الاخبار اللي هي بدينا في التسجيل نتاعها وان شاء الله تكون مفاجاه حلوه للجيل العراقي. جنوا غار وشعلت نار يا روحي وباقي شوية والله بنار وطفي نار واتسلى بعصاب شوية والله بنار وطفي نار واتسلى بعصاب شوية آه شوية
المملكة. I support global intelligence.